كلية زراعة هي عموما يعني بالنسبة لاسمها أصلا يعني لوحده كفاية إن الناس كلها تنفر منها، بس كلية زراعة تحت مسمى علوم الحياة. علوم الحياة دوت هنعرف دلوقتي هو ليه أصلا علوم الحياة، لأن احنا بندرس تقريبا كل حاجة تخص أي حاجة، أي علوم بندرسها. عندنا 3 أقسام، في عندنا زراعة عربي، وفي زراعة إنجليش، وفي هندسة. زراعة عربي بتضم 7 أقسام، فيها بايوتكنولوجي وعلوم أغذية وإنتاج نباتي وإنتاج حيواني، وفي قسم أراضي واجتماع واقتصاد. بالنسبة للإنجليش في 3 أقسام بس، في علوم أغذية وبايوتكنولوجي وفي زراعة عضوية. بالنسبة للهندسة الزراعية دي بتاخدش غير بس علم رياضة بس. بالنسبة لدراستها لو هقول دراسة كل قسم، عندنا مثلا دراسة هندسة بيدرسوا فيها كل حاجة تخص الشبكات الري أو الميكنة الزراعية، بخص الآلات. مجالات شغلها دايما بيبقى في قلب المزارع. أي مزرعة كبيرة ما ينفعش مفيهاش مهندس زراعي، لأن هو متخصص في صيانة الآلات أو متخصص في شبكات الري والكلام ده. في عندنا الأقسام السبعة، في مثلا قسم بايوتكنولوجي بندرس فيه مواد كيمياء ومواد وراثة ومايكرو. مجالات الشغل لها أكتر من مجال، في مثلا معامل التحاليل، شركات الأدوية، يمكن مثلا مركز البحوث الزراعية، في برضو معامل زراعة الأنسجة، وفي الهندسة الوراثية شغل برضو معامل الهندسة الوراثية. ممكن برضو اشتغل في تحليل شركات تحليل موبيلات ككيميائي، في برضو ممكن لينا ان احنا نشتغل في مصانع الأغذية برضو ككيميائي، شغل تحليل الأغذية عموما. في عندنا قسم علوم أغذية دوت له توجهين، صناعات وألبان. كل ما يخص المنتجات الزراعية يقدر يشتغل في أي شركات أو مصانع كمراقب جودة للتصنيع. في عندنا قسم إنتاج نباتي، في 4 توجهات، هزينة وخضر وفاكهة، وفي محاصيل. يقدر يشتغل، الشغل بتاعها متوفر جدا، يمكن من الأقسام اللي شغلها بيبقى كتير، وفرص إنه كمان التعيين في الكلية نفسها حلوة، لأن المواد بتاعتها مواد خفيفة شوية. شغله مثلا في مزارع الفاكهة، وممكن يشتغل في اللاندسكيب، مثلا في زراعة الأنسجة، وفي أي مزارع تخص الإنتاج الزراعي. في قسم الأراضي وعلوم المياه دوت بيدرس كل ما هو يخص الأرض ومحتويات الأرض والمية مثلا والتربة وشكلها والكلام ده. شغله ممكن يكون تبع مثلا مركز بحوث الصحراء، مركز البحوث، تحليل المية. ممكن يشتغل في المساحة مثلا كمساعد مساح في المساحة مثلا وولية الخرائط. في عندنا برضو قسم إنتاج حيواني، ده برضو من الأقسام الخفيفة برضو وشغلها متوفر، حتى ممكن أي خريج يقدر يعمل مشروع خاص بيه برأس مال قليل جدا. لها 3 توجهات، إنتاج دواجن، وفي أسماك، وفي إنتاج حيواني اللي هو الجاموس والبقر. يقدر برضو الشغل بتاعها متوفر في المزارع الكبيرة وأي مزارع عموما تخص إنتاج الأسماك أو إنتاج الدواجن. في عندنا قسم وقاية نبات دوت بيدرس كل ما يخص أمراض النباتات والمبيدات والحشرات، بيدرسها كلها عموما. الشغل بتاعها برضو كمهندس مكافحة أو مراكز أو معامل التحليل أو شركات تحليل المبيدات. في ممكن يشتغل في مراكز البحوث، وفي اللي هي المناحل بتاع العسل. في قسم تاني قسم اقتصاد واجتماع دوت بيدرس اقتصاد كل ما يخص الاقتصاد والتسويق. في برضو الاجتماع اللي هو يشتغل فيما بعد كمرشد زراعي، وممكن يشتغل في أي شركات زراعية في جزء التسويق أو في جانب التسويق، وممكن برضو يشتغل في إدارة المشروعات في أي برضو شركة بس. وفي بقى عندنا 3 أقسام بتاع الإنجليش برضو اللي هي علوم أغذية والبيوتكنولوجي، زي ما قلنا الشغل بتاعهم، بس الفرق بينها وبين العربي إن دي المواد بتاعتها بتدرس إنجليش، لكن دول بيدرسوا عربي. بتختلف برضو بالمصاريف. وفي قسم ثالث في الإنجليش برضو يخص زراعة إنجليش، بيضم 3 حاجات، زراعة عضوي كل ما يخص الزراعة بس عضوي أورجانيك بدون أي مبيدات أو أي أسمدة، في إدارة أعمال تحت الزراعة إنجليش،
وفي تنميه مجتمعات ريفيه. ده برضو شغلهم بيبقى تبع للشغل التنميه شويه، المرشد الزراعي مثلا، مع المراكز بتاعه تنميه المجتمعات الريفيه والكلام ده. بس كده، وبرضو لها مصاريفها لوحدها. بالنسبه لدخول الاقسام عموما، مفيش اي حاجه تتعمل غير بس الانجليش، بتعمل لهم انترفيو قبل ما يدخلوا، مجرد بس ان هو بيقيس قوه اللغه عندهم، وبيعرف بس ليه هو حابب القسم او ليه هو داخل القسم، لان بقى عدد كبير قوي داخل القسم بيبقى يعملوا مفضله من خلال الانترفيو، وبيعرف اللغه بس مش اكتر. بالنسبه للاقسام الثانيه، التخصص عندها يعني في الانجليش بيبقى تخصص من سنه اولى. بالنسبه للاقسام العربي، التخصص بتاعهم بيبدا من الترم الثاني في سنه ثانيه. ما فيش اي شروط غير ان هو بس في مواد معينه قبل لكل قسم لازم يكون فيها جايب تراكم معين او تقديرات معينه كده يخش القسم. هندسه زراعيه بيخشها من اول ترم عادي، بتبدا تخصصه فيها تقريبا. هندسه زراعيه يعتبر كليه لوحدها بعيدا عن الكليه والنظام.